وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تمويل مع شركة ستايرين الكويتية بقيمة 280 مليون دولار، ولم يفصح البنك عن مدة القرض. قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن الضربة المتوقعة على الاقتصاد البريطاني نتيجة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تدفع المركزي لاتخاذ المزيد من الخطوات التحفيزية. وافقت الخطوط الجوية القطرية على الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من شركة لاتام للطيران في صفقة تقدر ب 613 مليون دولار.